السلام عليكم ورحمة الله. خوش احنا دابا عند اخ فتاح اورني ماروك برو ومغارك المحل كما كتشوفوا اورني ايطاليا، يعني هنايا كاينه كاين السلع ديال الايطاليين بزاف. هدفنا الاساسي سلامة الطيور التامة. اللهم بارك المحل تبارك الله. السيباراسي واش تبارك الله، راه ماشي بحال السيباراسي واش، راه ماشي بحال الاخرين. يخونا سلام يا شباب. السيباراسي راه فيها سيباراسيون. الله مبارك. الأربعة أربعة هي كتفتح كتحل، كتولي فويا، كتولي كرية بزاف الكرة المنتوين من تكمل منها كتلقى فيها ولاد. لا الثمن فين؟ مكتوب هنا 700 درهم. الله مبارك الثمن راه 700 درهم. كاين هادي 350 درهم. من هذا راه مالاجا اش من هذه هذو فتح شحال؟ 130 درهم. هذه الموقعين ولا الفوقاني ديال مالينو؟ الفوقاني ديال مالينو. كاين هذا اللهم بارك. هنا هادي 110 درهم. كاين سلعة طاليان ياك اخويا فتاح؟ كلشي طاليان. كلشي طاليان. شركة دو جي ار. ممنوع الشيء. ممنوع. الشراب 3 دراهم وهادو راه 3 دراهم الحب. ميديكال هادو 7 دراهم. هادو كيدي بيروكيات درهم. هادو كاملين ميديكال. هادي 70 درهم وكالة ايكونومي. مبارك. هنا فيتامين اش ياك اخويا فتاح؟ انا مكملات عيد مكملات الفيتامين اللي سميتو زونتي بيوتيك من نوعين ثمانيه لي زونتي بيوتيك اونتي فور. كلشي فيتامين ميتي ميتي فيتامين نو بيك هذا بيتا كو ديال الكبده هادشي اللي كاين افي افانتيير افانتيير ويلفريد موري كله هادو كلهم مكملات. كلشي مكملات غذائيه والكالسيوم والكينين مكملات غذائيه. الادويه ممنوع. وكاين الماكلة ديال التوكال ديال الوليدات. كاين بينسو بينسو كيفالون ديال الزوال كيعوض الزوان. هذا ديال المقرين وديال العصفور ديال الطيور البرية هذا كيعوض الزوال. هذا البديل ديال الزوان ماشي باطي. هذا يعني هذا الا ما كانش الزوان الا ما بغيتيش تعطيهم الزوان كاش تعطيهم هذا صافي هو اللي غيولي. دابا الزوان فيه مشاكل وفيه الامراض غادي نعطيهم هذا. هذا واش هاد الثمن ديالو فتح؟ هذا خويا في سميتو في لومبالا الصغير مثلا بحال ديال كيلو هو داير 100 درهم 95 درهم. باش كنبيعو 95 درهم كيلو في كيلو ولكن ما كيتكونسوماش بزاف. كياكلو الطيور فيه 2 غرام في النهار وكيشبعو. هو البديل ديال الزوان بحال تقول الكروكيت. هو الكروكيت وفيه 5 كيلو. 5 كيلو كدير 350 درهم بحال تقول 70 درهم كيلو. كما خديتي كونتيتي كثيره كيكون الثمن اقل. كاين الماكله ديال الوليدات هنايا كاينه سوفاج هاي الماكلة ديال التوكا ديال الليل. دابا هاد الشركة هادي عندها داكشي سيباري ما عندهاش داكشي بحال الافانتيير عشوائي كتوكل بها كلشي. عندها الاختصاص ها سيرينيوز ها الميني هيد فيدينغ ديال الكالوبسات والبيروش
ليزانس 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 بارابل. هذا ديال الكامار وايت كاناري وايت وايت كامار كيتعطى جميع انواع الفار. هذه ديال الكابوني هاي تينيرجي. هذا الملك هذا حليب هذا نيوناتال ملك حليب. وكاين فيها الاحجام الصغار هاهم فيها الصغيره ديالها هي هذه سبيسيال ديال هاي صوبه ماده طبيعيه ماشي طبيعي الشركه موثوقه ماشي بسيطه وكيسره معروفه. ها العنوان ديالهم ها هو اللي بغى يتفرج في الفيديوهات ديالهم راه عندهم فيديوهات الطريقه كيفاش كتستعملوه وكيفاش كيفاش توكلوا الوليدات وكل شيء فيها كل شيء. بحث على الدواء هذا والاثمنه ديالهم شحال اخويا فتاه؟ 180 درهم كيلو كيلو 180 والصغيره كدير 80 درهم فيها 350 غرام 350 غرام كلهم ثمن واحد. هادو ثمن واحد. الحليب اللي غالي شويه الملك اللي غالي شويه. هذاك بما دار الريشيك اخويا فتاه فين هو؟ هذاك هذا اللي كيتعطى 7 ايام الاولى 7 ايام الاولى هذا هو الحليب كيتعطى 7 ايام الاولى ومن مورا 7 ايام كتكمل بهذا ديريكت كتكمل بهايت انرجي انرجي ديال الكابوني. هذا كيتوكل به الكابوني والارا كاكاطويس الامازوني كلشي. كاين لوري كاين الماكله ديال لوري هاي بوحده لوري دير لي نكتار ديالو بوحده. وكاين الكروكيت الكروكيت 12 كيلو ها 3 كيلو ديال الكابوني ديال الكابوني كيعوض الزريعه وكوكو. وكاين هاد الحشره ياك ديال السميش ولا الحشره ديال البروسموك ديال الدخان دايره 140 درهم. هادي علاش كتلاقي خويا فتاه؟ هادي كتانفيكتي بها الوكل كتصلح كطرد الحشرات ماشي كتقتل القمويله شحال من واحد دابا غلط كيقول لك تقتل ما كتقتلش القمويله ما كتقتلش اخويا التجربه بالنسبه للجهاز التنفسي مزيان ليه فيها حتى الويل دو نام المواد الطبيعيه مزيان كاين سبيرولين راه كاين هالمينوطات اللي بغا دير المينوطات هادي الكنار هادي الليزانس والكالوبسات راه ديال بيروشا هما المينوطات اللي كيتفرشوا مرض الكساح. وكاين تدي الحمام راه هو الفوق تما الحمام والدجاج وكل شيء جميع الاحجام المينوطات باش ما يتفرش الطير كيتفرش كيتفرشوا كيتولوا على المينوطات. اش منا شحال خويا فتاه هذا؟ هذوك الاثمنه ديالهم 15 درهم الحبه 15 درهم الحبه الحبيبه ونيكتون بشحال؟ نيكتون داير 150 درهم 150 درهم شحال في كيلو هذا فيه؟ لا فيه نص كيلو هذيك ديال التوكال ديال التوكال ميسر. وكاين هنايا راه هاد لي باك هادو كيبان لي اللهم بارك اينوكس واقع هادوك اينوكس هادوك 3 درهم لواحد ديال بيروش هادوك 3 درهم بياس 3 درهم بياس. الموقني وكنار الموقني وكان كاين حاليا كاين دابا ديال الكنار ها ديال الكنار راهو شي حاجه مزيانه اسبانيا. الثمن ديالهم شحال هادو؟ هادو كيبداو من جوج درهم ونص جوج درهم ونص الفوق الثمن ديال الديطاي. بالنسبة للبراوات البراوات كل حاجة وثمنها راه كاين بزاف ديال كاين بزاف ديال الأحجام وبزاف ديال لي طاي الريوسة الريوسة ماشي السورانكا السورانكا راه عفابور السورانكا هاي مثلا دابا السورانكا راه كتباع في الفرماسي درهم ولا 10 ريال. الراس هو المهم هاهو الراس هو اللي كيوكل شحال واحد غالط دابا كيبغى يوكل بهذه هذه ما توكلش لك يعني السورانكا هي هي هذوك الريوسه الريوسه هما اللي كيوكلوا الراس هو كلشي على حساب الراس على حساب الراس. كاين الراس هذا وكاين الراس ديال الحديد حتى هو. وكيكون عندنا تاباك اللي كيكون فيه خمسه ولا اربعه ديال البراوات ولا سته ديال البراوات حتى هو كيكون حيت قاد علينا الجلدات ديالو هما يبقاو عندنا غادي يدخلوا ان شاء الله. وكاين الريوسه هما كيتباعوا سيباغي ها الريوسه ها موجود احسن عبوار هو هذا هو ال 14 هذا اللي خلى كاع السميت شويه هذا كيخدم لكلشي توكل به الكالوبسات وكل به بيروش كنار مقني كلشي. واش من ديالهم شحال هادو خويا فتا؟ 50 درهم دايرين لهم اللي بغى شي حاجه كثيره راه كنقصوا ليه. هادو راه ميديكال ياك؟ ناضي شي حاجه ناضيه مبارك خالصين بالتاكيليه ديالهم. ها السورانكا الاخرين ديال تركيا هما راه كاينين ها كاين الان طروا وكاين الدو كل واحد اش كيليق هذا الكانارو ستوندار كانار داكشي الصغير هذا ديال الكبير وهي هذه الكبيره. والبره ديالها باش نعطيكم نوضح لكم الفرقه البره ديالها ماشي عاديه ما فيهاش الجلده اللي ما فيهاش الجلده كتكون غاليه كتكون زايده في الثمن هذه ما كيتباعش في الفرماسي هذه ما تلقاهاش. والبره ديالها تاهي دوريجين ها هي تركيا بره كبيره يعني تقدر من برا كاع دير هي من برا ولا تقدر تخشيها لي فمو لداخل وتوكلو اللي كيعرف يوكل راه يخشيها لي لداخل ويوكل. وشحال كتبقى الثمن ديالها خويا؟ هادي 70 درهم 70 درهم كومبلي بديالي ديالها هادي ماشي ديال الفرماسية ماشي في مول الاخوان ما كتباعش في الفرماسية. هادي كتصيب معاها يعني هادي اختصاصية كتجي معاها كتجي دوريجين ها البواطا ها هي وكتجي معاها دوريجين فيها هاي هادي اختصاصية باش التأكيل مصنوعة على هاد الغرار صافي هادشي اللي كاين. ميسر شوف تما اللي كنت جاهل تما ها التقطيرة ديال الكمويلة تا هي راه كاينة. هذا تخطير ديال القمويلة سميتها بيفار 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 دوريجين دوريجين هذه قطرة قطرة وحيدة وحيدة وكدوز 7 ايام وقيلا قطرة الثانية الثمن ديال شحال خويا فتا هذي؟ سيمانة 15 يوم متعاودة هذي كدير 120 درهم 120 درهم 120 و لكل ماشي دوريجين كدير 60 درهم في السوق 70 درهم يعني كاين خشيلات
هذه الغبره هذه كانت هذه البريد ماك تاع البريد ماك كانت واحد الوقيته ما دارش مطلوبه دابا نبيعها 220 210 درهم اللي كتكون موجوده الا كان التاريخ طويل ديالها كتكون زياده في الثمن هاي كتكون كيلوات هاي على ضد ديالها ما حد لاضاش كيقدام ما حد اه حيت كانت واحد الوقيته هادي دارت قلاش مبقاتش دابا شي عام ولا دابا سميتو السلعه ما كاينش السلعه ما كاينش وكاين الفونيو بادي هاو اللي كيسول على الفونيو بادي فونيو بادي اونتي كوكسيديوس هاد الزريعه هادي كتجي من اوغندا هاي كاتبين فيها كلشي مكافحة الكوكسيديوس فسري لهم كلشي شنو كتصنع هادي هي الفونيو بادي فيها وريريف وفيها الميكا ديالها اللي بغا يدخل يشوفها يبحث عليها يصور هادي ويدخل يقلب ويسول على راسو مش كنكذبوا عليكم ولا شي اشمنه ديال شحال كيبقاو في الشهر كتبدا من 220 حتى 250 وكاينه ديطاي 60 درهم هادي 60 درهم 60 درهم وكاينه زرعه ديال الخس زرعه الخس هذيك زرعه الخس راه مفيده بزاف محفز جنسي اه هي محفز جنسي غنسير اليوم الالياف الغذائيه الكربوهيدرات شي كالسيوم بروتين حديد النحاس وفيها فيتامينات كاين الجيو هاد الصغيره وفيها في الكبيره هي الدوريجين اللي كناخذوا هاي باش ما نقولوش كنجيبوها من عند مواد فلاحيه هاي خاصه بالطيور اورني ايطاليا اورني ايطاليا خاصه الثمن ديالها شحال كتبيع تبيعها جمله لا كنبيع الجمله وكنبيع هادي طاي هاد الحكويه كذا دير 30 درهم هاد الحكويه 30 واللي بغى جمله راه يتواصل باش يبيع 120 الفوق اللي بغى فيها كثر كاينه كيبان لي راه عندك شي كاين حتى الباطي تا هو ديال الكاميرا هذا تا هو نفس الشركة هذا سيرينيز هذا باطي هذوك ديال التكي اللي يداوي هذا باطي كيتعطى ديالك صافي هذاك هذا باطي هو شي مزير كذا باطي باطي مليح بحال اللوز اه بحال اللوز شي حاجة مزيانة كاليتي عندهم سيرينيز عندهم كلشي كاليتي كتبيع الديطاي لا ولا كتبيع لا كنبيع خنشر خنشر شحال هذيك خنشر ديالو ديال 320 درهم 300 درهم كاين 320 وكاين 300 5 كيلو 5 كيلو الفوق ياك اه فيها 5 كيلو 5 كيلو ما فيهاش كيلو ما كيديروش فيها كيلو واش كيديروا فيها 5 كيلو صافي وبالنسبه للسميش وبالنسبه لك اللي في الطاوله خلفته هذاك ويمو باروت هذاك باطي ديال ليزانس وكالوبسات و وبيروش بيروش الثمن ديالو شحال الثمن ديالو 280 درهم طيب يعني كيلو كنبيعو دي طيب كيعمل 60 درهم الكيلو 60 درهم الكيلو باطي مليح باطي خطير هذاك كاع فيه الدود فيه كلشي من الباطي كومبلي عامر في الشيا البيريلا البيريلا كتشوف فيها فيه الزريعه منقيه فيه الكاردي فيه الشاردوماري فيه الخرطال فيه الدود كروفير عامر قرقع شحال هذه 60 درهم الكيلو 60 درهم الكيلو واللي بغى السطله فيها 5 كيلو اللي بغى السطله فيها 5 كيلو وشحال الثمن دي قلنا ديال السطله؟ السطله 280 ماشي كيبان لي عندك شاد الدود اخويا فتح شاد الدود كاين فيه شي بارك هو كيبان لي من هنا 30 درهم باشين دار هذاك يولي مجفف مجفف ديال باقي يجي من برا هذاك الدود دابا موجود تدري عندهم الدود شحال الثمن ديالو خويا فتح هذا الدود 30 درهم 30 درهم تقريبا شحال تكون هنايا من غرام هو حيت خفيف هو فيه فيه الفوليم راه خفيف هو 100 غرام راه تقول بحال تقول نص كيلو فيه الفوليم حيت خفيف هو خفيف ومجفف مجفف ماشي بحال مجفف هادو مستيريليزين نقي ناضي وبالنسبه للاستوديو خويا فتح استوديو ديري 180 طاليا السلعة ترونسبور لي غالي ماشي السلعة لي غالي ترونسبور غالي ترونسبور لي وهادي كلش كيلاقو اخويا في التاهر الشوم قبيله ملي دخلت ما عرفتش هاديك الخضرة ترونسبورتورات الكبار ترونسبورتور كبير فيه حجم صغير وفيه ميال وفيه هاد الحجم هادا 65 درهم الاخر راه فيه الثمن ديالو مقيد فيه ملي كنديرو الثمن هذا 65 درهم في شرابه في كلشي اللهم بارك فيه كلشي شي كلش 65 درهم كاين هذا 110 110 درهم كتحل الزم الفوق والجبد هانت ها تسد عليهم ها المايكله دير الماء هنا والماكله هنا تكمل تسدو ها الباب فرانسي فول هذا هو الباب ديال هذا هو الباب الباب باش كت هذا 110 درهم في كلشي هذا وديك كبير كاع اللي قلنا فين هو الكبار كيبداو من 600 من 600 درهم الفوق هذا ترونسبورتور كبيرة 600 وكاينة 800 600 وكاينة 800 اللي بغا شي حاجة راه الأخ اللهم بارك سي با راسي هو تما راه زوانين تبارك الله تاع خشا الكرومة كاينة شي لا
كان 30 5 تما قاعد داو جوله مع الصباح الدور مع الحد السبت الحد حتى ديال لي اكزوتيك سويت تبع من قواعد حتى لهم سيت غادي شارو سيت هما اللي بقاو لا هي الكره ما تجيب دابا حاليا ما كاين والو لي غرام ما كاينش لي غرام مقطوعين.